السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، وأسعد الله بتحية أوقاتكم. تصاعد المخاوف الأمريكية عشية كشف الحوثي عن تصعيد جديد، وإلى التفاصيل. كشف قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي الخميس عن تحضيرهم لجولة جديدة من التصعيد إن استمر كيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وحصاره على قطاع غزة. وقال الحوثي في خطابه الأسبوعي الذي يخصصه للحديث حول آخر تطورات الوضع في غزة ودور الإسناد اليمني، إن انسحاب 10 قطع حربية أمريكية وثمان أوروبية من البحر الأحمر يعود إلى الشعور باليأس والإخفاق في منع عملياتنا أو الحد منها، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية للأمريكي والبريطاني ستتضاعف بعد أن أصبحوا الآن أمام معضلة المحيط الهندي. ولفت قائد حركة أنصار الله إلى أن الأمريكي والبريطاني أو الإسرائيلي ربما لم يتوقعوا تنفيذ بلدنا عمليات بمداها البعيد إلى المحيط الهندي ولأهداف متحركة، مؤكدا أن العمليات اليمنية البحرية معقدة ومهمة وتستند إلى قدرات متطورة. وأضاف أن الأعداء مذهولون من التطور المهم والمؤثر لعملياتنا في المحيط الهندي، وأن الصحف الأمريكية والبريطانية تنقل عن خبراء وضباط وقادة تخوفهم من القدرات اليمنية ومداها ودقتها في الإصابة. وذكر أن الخبراء يتساءلون كيف أمكن لليمن رصد الأهداف البحرية واستهداف المتحرك منها وليس لديهم أسطول بحري ولا أقمار صناعية، وأن الأعداء مذهولون من التطور المهم والمؤثر لعملياتنا في المحيط الهندي، فيما ذكر أن الأعداء أصبحوا قلقين جدا بعد أن لاحقتهم الضربات بعد انكفائهم من البحر الأحمر إلى طريق الرجاء الصالح. أكد السيد عبد الملك الحوثي أن العناد الأمريكي وإصراره على استمرار جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني هو الذي أوصله إلى هذه الكلفة الكبيرة، مشددا على أن الحل الصحيح هو في إعادة الاستقرار إلى المنطقة بشكل عام ويخرج الأمريكي والبريطاني من الوردة. وقال الحوثي إن الأمريكي رغم سعيه إلى منع إطلاق الصواريخ والمسيرات ورصده الواسع فشل فشلا ذريعا حتى في منع إصابتها للأهداف، مشيرا إلى أن الأمريكي كان مذهولا ومندهشا من مستوى التقنية اليمنية وأيضا من مستوى التكتيك في تنفيذ العمليات. وفي السياق، تصاعدت وتيرة المخاوف الأمريكية مع كشف قائد حركة أنصار الله في اليمن الترتيب لجولة جديدة من التصعيد العسكري، حيث توقعت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هينز تواصل العمليات اليمنية في البحر الأحمر، مؤكدة تصاعد وتيرة الهجمات بشكل شبه يومي. واعترفت المسؤولة الأمريكية في تصريح جديد لها بأن الأزمة في غزة كانت سبباً في تصعيد ما وصفته بالعنف في المنطقة، مؤكدة تسبب ذلك بتحديات أمنية وإنسانية جديدة. كما ألمحت إلى أن الهجمات اليمنية قد لا تتوقف بمجرد التوصل إلى اتفاق هدنة جديدة في غزة. وجاء تصريح المسؤولة الأمريكية عقب خطاب لقائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي الذي أكد التحضير لجولة جديدة من التصعيد. وتتزامن هذه الرسائل مع حراك أمريكي للتهدئة في غزة. يشمل المسار الأمريكي فرض هدنة لستة أسابيع فقط يتم خلالها تبادل الأسرى ويعقبها استئناف الحرب. تشترط اليمن وقفاً كلياً للحرب على غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع إضافة إلى إنهاء الحصار. فشلت الولايات المتحدة باحتواء العمليات اليمنية التي تمتد من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي عسكرياً، حيث تخوض منذ يناير الماضي مواجهات مباشرة مع القوات اليمنية التي تواصل فرض الحصار على الاحتلال الإسرائيلي منذ نوفمبر الماضي. وتشير التصريحات الأمريكية إلى تعويل على اتفاق غزة لخفض العمليات اليمنية في البحر الأحمر رغم غياب مؤشرات على ذلك.
أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.